خبز بالشوكولاتة، والمقادير هتكون 1 كوب دقيق، 1 كوب لبن دافي، 2 معلقة صغيرة سكر، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 بيض، 1/2 كوب سكر، 1/3 كوب كاكاو، 1/2 كوب مكسرات منوعة، 1/2 كوب زبيب، 1/2 كوب تشوكليت شيبس، 1/2 معلقة صغيرة ملح، 75 جرام زبدة، 3 كوب دقيق. وبعد كده هنعمل آيسينج للخبز. هيكون المقادير بتاعته 1 كوب شوكولاتة داكنة مذابة، 3 ملعقة كبيرة زبدة مذابة، 1 كوب سكر بودرة، و3 معلقة كبيرة لبن ساخن. دلوقتي نبتدي بالعجين، وهنبتدي بأن احنا هنحط الخميرة ومعلقتين السكر. واللبن الدافي وكوباية دقيق وهنخلطهم كلهم مع بعض. لحد ما يبقوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هنسيبهم لمدة 1/2 ساعة لحد ما الخميرة تطلع ثاني أكسيد الكربون والعجينة والخلطة دي تطلع هواء كتير اللي هو ثاني أكسيد الكربون يعني، وتختمر خالص. بعد كده هنزود بقية المقادير دي كلها. هنبتدي بالدقيق بعد طبعا 1/2 ساعة، والكاكاو، والملح، وبقية كمية السكر. زي ما احنا فاكرين احنا عطينا برضو كوباية دقيق، دلوقتي احنا حطينا بقية الدقيق اللي هو 3 كوبايات، والزبدة، والبيض. وهنخلي المكسرات والشوكولاتة والزبيب آخر حاجة. هنعمل العجينة الأول ونخلطها مع بعض كويس الأول، وبعدين هنضيف دول في الآخر خالص، مجرد بس إن هما يتخلطوا معاهم. دلوقتي نضربهم مع بعض. دلوقتي نضيف المكسرات، ممكن ارفع دي عشان يبقى اسهل، وابتدي اخلطهم مع بعض مجرد بس علشان يختلطوا كويس بالعجينة، لكن مش عايزة اضرب كتير. هضرب بس لحد ما احس ان العجينة خلاص لمت كل المكسرات والشوكولاتة، وبعدين ابتدي اطلع العجينة بالشكل ده واحطها في بول واغطيها بكلينج فيلم واسيبها تخمر لحد ما تبقى ضعف الكمية. ودلوقتي أجيب العجينة اللي خمرت من قبل كده علشان نشكلها مع بعض ونحطها في صينية وندخلها الفرن. ده بيبقى شكلها بعد ما بتخمر زي ما احنا شايفين. هحتاج شوية كاكاو علشان أفردها. وهبتدي أقسمها إلى 3 أجزاء.
أنا مش عايزة كاكاو كتير، أنا عايزة بس مجرد إن ما تلزقش معي. هي طبعاً وجود المكسرات بيخليها ممكن تفتح، فبالراحة خالص. لو فتحت برجع أقفل المكان اللي فتحت منه تاني وأكمل فرد، وبعدين أسيبها أريح شوية وأخذ واحدة تانية. أوكي، وبعدين أخذ الأولانية وأحط لها برضو شوية دقيق وأرجع أعمل نفس الحكاية وأطولها لحد ما أرفعهم خالص وأطولها على قد ما أقدر، وأي حتة هتتقطع مني أو هتتفتح مني زي كده أبتدي أرفعها أو أبتدي أضغط عليها قصدي علشان أعرف أقفلها تاني. وبعد كده هاخدها أضفرها وأعملها خبز أحطها على الصينية يعني علشان أخبزها. وطبعا احنا عارفين ازاي العيش بيتضفر، هنعمله دلوقتي مع بعض. واجيب صينية نحط العيش بتاعنا عليها، وممكن نسيبها كده وممكن نلفها ونعملها دايرة. ودلوقتي هننظف هنا وبعدين نعمل الفروستينج أو الآيسينج اللي هنحطه على العيش مع بعض. ودلوقتي نعمل الآيسينج اللي هنحطه على العيش. هنحط الزبدة مع الشوكولاتة، نقلبهم مع بعض، بعدين هنحط معاهم اللبن. اللبن لازم يكون سخن، وبعدين هنجيب السكر وأجيب مضرب البيض. و ده بيبقى شكله بعد ما بيتخبز، وأنا عملت واحد أكبر شوية من اللي عملناه مع بعض. ودلوقتي نبتدي نحط عليه آيسينج الشوكولاتة. وبعدين نحط كمان في النص للي عايز ياخد شوكولاتة زيادة